السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم في النشرة الرياضيه تحت رعايه معالي المشير الركن الشيخ خليفه بن احمد الخليفه، القائد العام لقوات دفاع البحرين، انطلقت بطوله معالي لتنسي السوبر الزوجي، والتي يشارك فيها نخبه من لاعبي مملكه البحرين، تفاصيل اكثر في سياق التقرير التالي. وسط اجواء حماسيه وعزم شديد انطلقت يوم امس بطوله القائد العام لتنس السوبر الزوجيه حيث تقام البطوله تحت رعايه معالي المشير ركن الشيخ خليفه بن احمد ال خليفه القائد العام لقوات دفاع البحرين. طبعا هذه البطوله تقام آه آه تماشيا او آه مع 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 تاسيس يوم قوه الدفاع ال آه واربعين طبعا آه الاسبوع اللي فات اختتمت الجزء الاول من البطوله للتنس الزوجي وكان بمشاركة جميع الاجهزه الامنيه وكانت بطوله احتوت على التنافس الشديد بين الضباط هذا وتقام البطوله وسط مشاركه ست فرق حيث شهدت ملاعب التنس بنادي الضباط تحديا كبيرا وسط صعوبة في التنبؤات لما ستسفر عنه النتائج خلال الأيام القادمة اليوم احنا طبعا نبتدي راح نبتدي ببطولة السوبر التي تحتوي جميع الأجهزة الأمنية بعدد 12 لاعب مقسمين إلى ستة فرق يتنافسون على هذه البطولة البطوله تاتي بعد النجاحات التي تحققت مع ختام مسابقه الزوجي اذ يتطلع القائمون عليها لابراز اللاعبين في هذه الرياضه وتطوير مستوياتهم الفنيه يلتقي فريق الحد متصدر دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بفريق المحرق صاحبي المركزية الثاني وذلك في الساعة السادسة من مساء هذا اليوم على استاد البحرين الوطني تليها مباشرة مباراة الرفاع الشرقي مع المنامة بينما يواجه الرفاع ناظيره الملكي على ملعب مدينة خليفة الرياضية في الساعة السادسة مساءً تمكن فريق النصر من التفوق على نظير الاهلي بثلاثه اشواط مقابل شوط واحد في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن منافسات الجوله الثلاثة عشر لدوري الدرجه الاولى البحريني للكره الطائره ليحقق بذلك النصر العلامه الكامله في القسم الثاني للمسابقه يرفع رصيده الى 36 نقطه ضمن من خلالها صداره الدور التمهيدي وبالتالي مواجهه النجمه في دوري الاربعه.